بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طبعا أول ما سمعت عن المحاضرة أنك لازم تسوي محاضرة وتقدم محاضرة، قال لي أن المحاضرة راح تكون عن التكلم أو التحدث عن السلوكيات الغير مرغوبة. لا تبدأ من الحين يا شيخ، الله يعافيك. تمام، راح تكون التحدث عن السلوكيات الغير مرغوبة مثل العناد، العدوانية، لا الله محمد رسول الله، نوبات الغضب. فنقول يعني ليش نتكلم عن شيء قصير أو نكتل المسألة وإن نقدر نتكلم عن قاعدة سلوكية أكبر. تمام، النوتات مهمة لأن اللي مكتوب الآن مجرد رؤوس أقلام وأنا راح أشرح التفاصيل، واللي عنده أي أسئلة يكتبها لنهاية اللقاء إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب جاهزين يا شباب؟ بسم الله. أنواع السلوكيات وكيفية التعامل مع كل سلوك، واضح؟ عندنا ثلاثة سلوكيات في الغالب أو ثلاثة كاتيجوريز، أصناف كبيرة، وتدخل تحتها تفاصيل على قولتهم بتجيكم بإذن الله تعالى. أول واحدة سلوكيات اتباع القواعد والتعليمات. طبعا هذه سلوكيات اللي مطلوق يعني يطلق عليها اللي هي سلوكيات الجهل، او اللي ما يعرف الطفل انها خاطئه او غير مرغوبه زي ما جاء هنا، وهي السلوكيات التي لا يعلم الطفل بانها خاطئه او غير مرغوبه. مثلا مش هذاك اليوم طيح كاس كسره، يبغى يدخل الغرفه. طبعا انتم مثلا يعني للرجال مجتمعين، دفش الباب كذا وفتحها بقوة ما عنده وصك الباب في الجدار، ما يعرف انه خطأ، صح ولا لا؟ فهذه ما يلام عليها ولا يعاقب عليها. طيب كيفية التصرف؟ واضح الامور الى الان صح؟ كيفية التعامل؟ تصحيح السلوك مع التنبيه المباشر للطفل الطبيعي. يعني وش معنى هذا الكلام؟ بدون طبعا صراخ، يا ولدي، يا صالح، يا خالد، اللي سويته خطأ، اللي سويته إيش؟ خطأ. وش الصح؟ إنك تفتح الباب أو ترد الباب، ترجع تسكر الباب، طق الباب 3 مرات، تقول ممكن أدخل، إلين تسمع مين، بعدين تفتح الباب. هذا مثال بس اللي هو فتح الباب، ولا ممكن يعني على قولتهم تدخل على مكان أوسع سلوكيات الجهل، واضح؟ ففتحة الباب واحدة منها فقط. وباستخدام اليدين للطفل الإدراكي، المقصود بالطفل الإدراكي اللي عنده ضعف في المهارات الإدراكية، اللي ما يدرك بسهولة التنبيه المباشر. وش معنى هذا الكلام استخدام اليدين؟ مثلا فتح صنبور الموية ولا سكره، وش نسوي هنا؟ نمسك يدينا ونقول نسكر بعد ما نخلص، المرة الجاية نمسك يدينا نغسل فيهم بعدين نسكر صنبور الموية، واضح؟ كذا أن نبهنا بس بدون ما نعقد، بدون ما نترك أي أثر سلبي في حياته، تنبيه مباشر والأمور طيبة. طيب، فإذا تعمد تكرار السلوك مع معرفته بأنه سلوك خاطئ فيدخل ذلك في سلوكيات الإيذاء. طبعا بعد شوي إن شاء الله راح نتكلم عن سلوكيات الإيذاء، بس طفل أصدر السلوك مرة، اعتذر، نبهته، أصدرها مرة ثانية، واضح إنه ما يقصد. طبعا الحساسية هذه أنا ودي أعطيكم كلام علمي متى السلوك يتحول من جهل إلى إيذاء، بس على قولتهم الأولياء الأمور عندهم حساسية كافية بأنهم يعرفون الوقت المناسب اللي الطفل قاعد إيش يعني يتعمد هذا السلوك. تمام، يعني أنتوا أخبر بعيالكم، واضح الفكرة؟ يعني أنا ودي أقول إنه والله بعد رابع مرة، بعد خامس مرة، بس يعتمد على الطفل. أنت تعرف إن ولدك مثلاً ينسى؟ لا والله، تعرف إن ولدك ذكي، إذا نبهته على الشيء مرة واحدة انتهينا. تمام، فمتى يدخل سلوكيات الإيذاء؟ يعتمد على معرفتكم الشخصية، واضح الأمور؟ طيب السلوكيات التعبيرية
وهي السلوكيات التي تصدر عن طريق أو عن الطفل للتعبير عن الذات ولكن دون إيذاء الذات أو إيذاء الآخرين، مثل الصراخ والبكاء والإلحاح والاستفزاز. أتوقع واضحة ما يحتاج شرح، صحيح؟ يعني أي سلوك في تعبير عن الذات، صراخ، بكاء، صياح، كلام، بابا تكفى بابا تكفى بابا تكفى، تكرار، إلحاح يدور عندك زين عشان يحاول يلفت انتباهك، واضح؟ هذه كلها إيش؟ سلوكيات إيش؟ تعبيرية، فيها تعبير عن الذات. طيب كيفية التعامل مع هذه السلوكيات؟ أتوقع واضحة صح؟ التجاهل التام، إطفاء. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الطفل لما يسوي أي شيء في تعبير عن الذات، وش قاعد يسوي؟ قاعد يلاحق مين؟ يلاحق انتباهكم. هو جائع انتباه، يبغى يتغذى على هذا النوع من الانتباه، تمام؟ فلما تعطيه هذا الانتباه يستمر هذا السلوك. أي سلوك ولا أي شيء تبغونه يزيد غذوه، صح ولا لا؟ فأنتوا لما تغذون أو لما تتجاهلون هذا السلوك يجوع السلوك، يجوع إلى أن يموت. فهذه الطريقة تسمى إطفاء، إطفاء السلوك، واضح؟ فقط السلوكيات اللي فيها إيذاء للذات أو إيذاء للآخرين، مو بكل السلوكيات، تمام؟ إذا أو معليش السلوكيات التعبيرية اللي ما فيها إيذاء للذات أو إيذاء للآخرين، مو بكل السلوكيات. تجاهل تام، أدري أنه صعب، أدري أن بعض أولياء الأمور يقول يا أخي أزعجنا، لأنك أنت لازم تعرف أن مع التجاهل المستمر يعرف الطفل أن ما في تجاوب مع السلوك اللي هو قاعد يسويه أو اللي هي قاعدة تسويه، واضح الأمور؟ أخيرا وصلنا لسلوكيات الإيذاء. أن تكلمنا في سلوكيات الجهل اللي هو لابد من التنبيه المباشر، صح؟ إذا تعمد تكرار السلوك يدخل ذلك في سلوكيات الإيذاء، ونفس الشيء في السلوكيات التعبيرية، إذا تعدى على كونه يعبر عن ذاته وصارت فيه أذية يدخل ذلك في إيش؟ سلوكيات الإيذاء، وهي السلوكيات التي فيها تسبب بالأذى على الذات أو على الآخرين أو على البيئة، مثل التخريب والتكسير، زين، العدوانية على الذات أو على الآخرين، المخاطرة بالذات، العناد، واضح؟ هذه أنا اللي كاتبها بس على قولة منسنة. التخريب والتكسير ما أحتاج أشرح لكم إياه، زين؟ أي شيء في إيذاء، هذا طبعا إيذاء للبيئة مو بإيذاء للشخص مباشر، بس إنه إيذاء للبيئة يعتبر. العدوانية على الذات أو على الآخرين برضو ما يحتاج أشرح لكم إياها، زين؟ يا بابا شفني بطق راسي في الجدار أو بطق راسي على الأرض عشان تشوفني، هذا من إيذاء الذات. قد يكون مو بشرط العدوانية على الذات بس تكون ضرب الذات، أحيانا لما يسهر وقت النوم يعتبر عدوانية على الذات، واضح؟ لما يسوي أي شيء في تحقيق رغبات شخصية يكون فيها إيذاء للذات أو إيذاء الآخرين. إيذاء الآخرين طبعا ما يحتاج أشرح لكم، مثل أو عدوانية على الآخرين اللي هي ضرب الآخرين، نمد يده، تمام؟ أي هجوم على الآخرين سواء كان أب، أخ، صديق، في المدرسة، في البيت، تعتبر عدوانية، تمام؟ مو بشرط أن نسمي أي طفل عدواني. في نقطة مهمة هنا، أحياناً بعض الأطفال يدافع عن نفسه لكن طريقة ترجمة الدفاع عن الذات شوي عنيفة، يعني مثلاً جايب مويته، جايب حصالته، جايب أغراضه في المدرسة، تمام؟ جاء طفل ثاني يحاول يأخذها، ردة فعله وش تكون؟ ضرب أو دفع بقوة، تمام؟ هذا الطفل ما يعتبر عدواني، هذا الطفل يعتبر طفل يتحكم أو يصدر ما يسمى بآلة النجاة، قاعد يحاول ينجو بس أنه ما يعرف أفضل طريقة يعني للنجاة هذه وشي بالضبط، واضحة؟ فنعلمه كيف يدافع عن نفسه بالطريقة المثلى، واضح؟
لكن العدوانية بدون سبب. طبعا العدوانية ثلاثة أنواع، في العدوانية التواصلية، وهذه غالبا للأطفال اللي عندهم ضعف المهارات التواصلية، اللي إيش مثل إيش، إنه يضربك يبغى يتواصل معك، تمام، ما يعرف كيف يتواصل فيقوم يضرب، اللي عنده أطفال تواصليين، واضح. النوع الثاني اللي هي عدوانية الرغبات، ما عطيتني حقي أبغى أضربك عشان أخذ حقي، تمام. والثالثة والأخيرة يمكن تستغربون إذا سمعتوها، اللي هي العدوانية السادية، اللي أبغى أضرب لأن شعور الضرب بحد ذاته شعور جميل، تمام. قد يكون هذا بسبب ترجمة أحد ضربه، واضح. وقد يكون أن نفس الطفل يفهم أن الدوبامين يرتفع، الدوبامين طبعا اللي هو هرمون الحماس والسعادة اللي ما يعرفون، يرتفع مجرد ما أني أنا أسوي هذا السلوك، واضح. والأخير أو آخر اثنين معليش، المخاطرة بالذات، ما أحتاج أشرح لكم وش المغامرة بالذات أو المخاطرة بالذات، صح ولا لا؟ طلع للشارع بدون ما يستأذن، قطع الشارع بدون ما يمسك يد أبوه ولا أمه ولا يتلفت، يطلع مرتفعات، واضح، يطب المسبح بدون لا أحم ولا دستور، أو يحاول أن يسوي هذا الشيء، أي سلوك في مخاطرة الذات يعتبر سلوك إيذاء، طبعا إيذاء للذات، واضح. وآخر واحدة طبعا العناد. طبعا العناد في نوعين، في عناد سالب وفي عناد موجب. أنا أسف أني ما كتبت كلش لأن ما كان في وقت على قولتهم للتحضير. فالعناد السالب أو العناد الموجب، وليس باسمه موجب يعني إيجابي، لا، موجب يعني إيش، لازم أنه يصدر، واضح. وش معناته؟ أنا راح أسوي هذا الشيء ولا في أحد يقدر يمنعني، تمام، راح أسوي السلوك اللي في بالي ولا في أحد يقدر يقول لي لا، واضح. العناد السالب اللي هو إيش، ما راح أسوي هذا الشيء ولا في أحد يقدر يجبرني، تمام. أنا أحاول أني أناظر المحيط كامل. إيه، مرة ثانية، العناد الموجب والعناد السالب. الفرق بين العناد الموجب والعناد السالب، هي نوعين من أنواع العناد. العناد الموجب، أنا راح أسوي الشيء ولا في أحد يقدر إيش يمنعني، تمام، واضحة. العناد السالب، أنا ما راح أسوي الشيء ولا في أحد يقدر يجبرني، واضحة. تحتاج إعادة مرة ثانية ولا الأمور تمام؟ طيب، كيفية التعامل، كيفية التعامل، دار براسي من الله. طيب، عن طريق الدائرة السلوكية، زين، راح نشوف مع بعض وش الدائرة السلوكية هذه. طيب، أول شيء السلوك، هذه الدائرة مكونة من 4 قطع، كمل بعض هذه القطع، نقص واحدة فيهم يعتبر إيش، يعتبر فشل في الدائرة هذه. اعتبروها 4 أركان وتدور وبشكل تناغمي وانسجامي لما يكون إيش كل القطع 4 هذه موجودة، واضح. تفصل واحدة فيهم ما في تعديل سلوك، تمام، أو بحد يعني بشكل بنسبة 90% ما في تعديل سلوك إذا فصلت واحدة من هذولي. إذا تبغى تعديل سلوك تام لابد أنك تتم العوامل 4 والقطع 4 كلها. أول واحدة وش هي؟ السلوك، زين، إصدار السلوك. وشلون، طيب معلش، وشلون نعتبرها سلوكيات إيذاء دون إصدار السلوك؟ لابد أن السلوك يصدر، ما نبغى نسبق بعض أولياء الأمور يعاقب على شيء ما حصل. لا، لا تتوقع من ابنك الأسوأ، أصدر السلوك. هنا نبدأ بعمل الدائرة السلوكية، واضح. أول واحدة، أول قطعة السلوك. ثاني قطعة العقاب، طبعا بعد شوي إن شاء الله راح نشرح كيفية العقاب، واضح. طبعا بعض أولياء الأمور يقول لك كيف عقاب، أنت أخصائي نفسي تقول عقاب، لا طبعا في عقاب، واضح، لابد من العقاب.
أنا بالنسبة لي وجهة نظري الشخصية ما في دائرة سلوكية أو تعديل سلوك بدون عقاب. العقاب يوري الطفل أن لكل فعل فيه ردة فعل، لكل خطأ فيه تحمل مسؤولية هذا الخطأ. تمام؟ واضح للجميع إن شاء الله؟ طيب، العقاب، التصحيح. وش معنى التصحيح؟ يعني سوى السلوك، مثلا كان في نوبة غضب خذ كاس ورماه في الجدار، انكسر الكاس تنثر، هذا وشو؟ سلوك. نعاقبه، وراح نجي إن شاء الله على كيفية العقاب لأن فيه شرح مفصل. بعد ما نعاقبه نحاول نصحح السلوك. يلا كنس يا صالح، كنس يا فلان، واضح؟ نساعده، ممكن نساعده إذا هو ما يقدر يكنس الحالة، ما يقدر يصحح السلوك أيا كان السلوك. أنا طبعا ما عندي المخيلة أن يجيب كل شيء ممكن، بس أيا كان السلوك نصححه بقدر المستطاع. تفضل اكنس. تمام، كنس وخلص وحطه في الزبالة، الله يعزكم جميع. نروح للفقرة الرابعة اللي هي التعزيز. ممتاز ما شاء الله عليك بطل. إيه هذا الذي اللي نحبه، واضح؟ لا إذا سوى السلوك لا تعاقب بدون تصحيح، ولا تصحح بدون تعزيز. لا بد من اكتمال هذه الدائرة، لا بد، واضح؟ إذا عاقبت بعض أولياء الأمور، أنا مو بشرط أني أنا ضد الضرب بالذات، بس ضد أنه ارتكب السلوك اضرب ولا تكلمه وزعل عليه 4-5 أيام أسبوع. ليش طيب؟ يعني ما في أي سبب ولا في أي مدعاة لهذا النوع من الإفراط في العقاب، ولا في تصحيح. يعني بس بضربك وبعاقبك بدون ما أصحح شيء، بدون ما أصلح أي شيء. تمام؟ وقعد طول عمرك جاهل ولا تعرف كيف تصحح السلوك هذا، ولا راح أعزز لك إذا سويت شيء صح، لأنك سويت الشيء الخطأ قبل كم يوم، مو معقولة. واضح؟ راح نجي إن شاء الله لطريقة أو كيفية العقاب حسب السلوك والإدراك، وهي 3 دون 3. شو رأيكم في هذه 3 دون 3؟ طبعا حسب السلوك والإدراك المقصود فيها، ما أقدر أعاقب ولد عمره 2-3 سنين مثل ما أعاقب ولد عمره 16 سنة. واضح؟ ما أقدر أعاقب ولد عنده ضعف في المهارات الإدراكية مثل ولد نبيه ذكي. واضح؟ كل واحد فيهم العقاب حقه يختلف عن الثاني. هي طبعا 3 أنواع من العقاب ما تخرج عن، يعني الثلاثة هذه ما في زيادة، بس متى نطبقها وعلى مين نطبقها. واضح؟ وهي 3 دون 3. لاحظوا كلمة دون. تمام؟ راح نجيها إن شاء الله بإذن الله تعالى. الحرمان، الضبط الجسدي، المثير للاستفزاز. أنا راح أشرح كل واحدة فيهم على حدة. الحرمان أتوقع ما يحتاج أشرحها، بس اللي لازم أشرح في الحرمان إنه يكون ثابت. كل أنواع العقاب لابد أنها تكون ثابتة، بس الحرمان بالذات ثابت الوقت، وثابت الوقت المحدد، وثابت التكرار. إيش معنى هذا الكلام؟ كل ما سوى الخطأ لابد أن نحرمه. واضح؟ جميع أنواع العقاب لابد أنها تكون ثابتة في التكرار، بس الحرمان لابد أن يكون ثابت في الوقت. إيش معنى هذا الكلام؟ اليوم أنت ممنوع من الجوال، وبعد ساعتين والله شوف لدي يعني جالس في الزاوية مسكين الحالة، يلا تفضل الجوال. أنت صنعت شخصية متذبذبة، ما يقدر يصدق منك أي شيء، ما يعرف يبني حياته على ركائز واقعية، يبني حياته على الفرص اللي أنا أصيب. اليوم والله أبوي معصب، ابعد عن السلوك. اليوم أبوي مروق، سوي السلوك. واضح؟ لا رحمة في العقاب، لأن أنك أدولتس أو كراشدين بالغين، أولياء الأمور أو ولي الأمر، لما أصدر نظام ساهر ما فيه ساهر، كابس كابسك، فاضخ قلبك فاضخ قلبك. واضح؟ ومن حقهم. ليش؟ لأن تعلمنا
ما عاد صرنا نسرع في الملك فهد مثلا ولا في الدائري أسرع من اللازم. بصراحة لو كان ساهر يضربك بعدين بعد يومين يشوفونك مثلا تعدلت ولا بعد ثلاث أيام تعدلت سحبوا المخالفة ترجع تسرع ولا لا؟ ما يبغى له كلام. ولا تقول لي أني أتكلم مع ولدي طيب أحاوره. بعطيك مثال ثاني، وانتو كبار رجال، كبار رجال أو نساء كبار، واضح؟ صرعت، جاء وقف عسكري وقال لك يا أخوي يا أبو فلان لا تسرع تكفى، تعرف أنت يصير في حوادث وكذا لا تسرع، ترجع تسرع ولا لا؟ خلنا نكون واقعين، تسرع، واضح ما فيها كلام. لازم كاميرا تفضخ قلبك وتجيك في الجوال رسالة لابد أنك تسدد. أن نمشي على هذا النظام وينفع معنا هذا النظام ولا نطبق مع عيالنا نفس الطريقة، طريقة العقاب أنها تكون ثابتة، الحرمان يكون ثابت في الوقت مهما تحسن السلوك. يتفضل تفضل أستاذ. واضح؟ مهما تحسن السلوك، يعني مو بتقولون لي والله ما شاء الله تبارك الله قاعد رتب الإصح اللي سواه قاعد يرتب، ممتاز عزز له، بس خلاص انت قلت اليوم ما في جوال يعني اليوم ما في جوال انتهينا. الحرمان كان موافق للسلوك، واضح؟ كان موافق للسلوك، ما نرجع نصحح او معليش ما نكسر هذه القاعدة عشان اصحح الخطأ. خلاص يا بابا يا حبيبي انا احبك وموت فيك، بس لا تقول لي رجع لي الجوال، لأن الجوال كان مرتبط بالسلوك اللي أنت سويته، كان مرتبط أن ذاك اليوم أنت سرقت، صرخت على ماما مثلا، ضربت أختك، تمام؟ واضحة؟ الثانية اللي هي الضبط الجسدي، وهذا غالبا للي عندهم ضعف في المهارات الإدراكية وحتى اللي عندهم مهارات إدراكية ممتازة، بس أنه يكون في الأعمار هذه اللي هي 3 سنين 4 سنين 5 سنين تقدر أنك تضبط جسده. طبعا لها أنواع وأشكال مختلفة، في مثلا ناظر الزاوية لمدة 5 دقائق، تدخل الغرفة لمدة 10 دقائق، وهذا غالبا يصدر إذا كان عنده نوبة غضب يعني ما تعرف كيف تتحكم فيه. واضح؟ تعاقب بهذا العقاب إلى أن يهدى، أو أنك تضبطه بشكل مباشر، تضبط جسده بشكل مباشر، بس لها طريقة، بس تخمه تسوي بير هق ومصارعة، لا، ظهره على صدرك. معلش طقيت المايك ما أزعجك. ظهره على صدرك وتمسك يده اليمين بيدك اليسار ويده اليسار بيدك اليمين بشكل تقاطعي، تمام؟ إلين يهدأ، بس لابد أن يكون معها تعداد. شو معنى هذا الكلام؟ واحد، تعداد بطيء، مو بواحد 2 3. أنت ما تبغى تحفز الغضب، تبغى تهدي الغضب، واضح؟ 1 2 3. حتى أنتوا حسيتوا بالملل وأنا عد، أنا حسيت بالملل وأنا عد. ليش؟ لأنه يحس الطفل مع التعداد، خصوصا اللي عنده ضعف في المهارات الإدراكية، يحس أنها 10 ساعات، لو تمسكه وانت ساكت بيقعد 5 دقائق ما راح يهدأ، لكن مع العدات هذه 10 يمكن 30 ثانية هي الصوت والإيحاء راح يحسس أنها 10 ساعات وأنها ما راح تخلص. واضحة؟ المثير الاستفزازي، طبعا هذه ممكن أن في كثير من أولياء الأمور يختلفون معي فيها، كثير من الأخصائيين يختلفون معي فيها، وكثير أيدوني عليها، واضح؟ وهي أي تسبيب للألم، واضح؟ يعني مو بشرط ضرب، قرص، واضح؟ معط شعر، ضربة كذا على الجبين بس بهدوء، تمام؟ ومع كلمة خطأ، ما نقول عيب، عيب ما لها معنى، تمام؟ وش معنات عيب؟ غير لائق اجتماعيا؟ طيب وش الغير لائق اجتماعيا؟
من مجتمع لمجتمع تختلف، راح ندخل في دوامة ما تنتهي. لذلك أغلب الأطفال ما يفهمون إيش معنات عيب. تمام؟ لا تخاف إنك أنت تسبب له هذا النوع من الألم حتى لو صح، بس أهم شيء إنك تقول، ما تقول عيب ولا تقول لا. لا فيها افتراضات إيجابية. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لا إله إلا الله سلبية ولا إيجابية؟ إيجابية. طيب خطأ ما تحتمل، أتحدى أي أحد يجيب لي إن كلمة خطأ تحتمل معنى ثاني، مستحيل. تمام؟ دائما وأبدا خطأ معناته سلوك خاطئ، واضح؟ فنعاقب نقرص، ولكن دون حتى الحرمان، الضبط الجسدي المثير للاستاذ دون، وهذه مهمة، مهما ضربت ابنك مهما سويت له لا تتوقع أنه يتعقد من الضرب. وأنا عارف أن كثير من أولياء الأمور راح يختلفون معي، بس أنا أتحداكم إذا أي طفل بيتعقد، إذا ما أدخلت هذول الثلاثة عناصر، وإذا مشيت على الدائرة السلوكية اللي شرحناها قبل شوي، الإهانة، الله يعزكم، يا كلب يا حمار يا مش عارف إيه، واضح؟ التحطيم، أنت ما تفهم، أنت غبي، كم مرة نعلمك، شوف أخوك فلان، شوف أختك فلانة، واضح؟ الصرخ، تمام؟ طيب نقول شلون نأدبه؟ أنا شرحت لكم تو شلون نأدبه. لا تتعذرون بأن إيش؟ إنه والله هو ما يفهم لين إلا لين تصرخ في أذنه طلع مخه من الجهة الثانية. لا، لا تقنعني. مع تطبيق بشكل منتظم، زين؟ مع تطبيق الدائرة السلوكية بشكل صحيح، راح نلقى دون هذول الثلاثة راح نلقى ولد منضبط سلوكيا بإذن الله تعالى. وكلها مسألة وقت فقط. لا تتوقعون طبعا هذا الشيء من يوم. إذا تقول لي والله، بعض أولياء الأمور يجوني يقول لك إيش، أنا شو اسمه، أنا والله ما أضرب ولدي بس أصارخ عليه. ما شاء الله عليك والله ما قصرت طال عمرك. يعني بالله عليكم ومعليش سامحوني، تمام؟ لو أنا أجي عندك يا فلان بعطيك واحدة كذا على يدك وتحس أنها مضرة، عادي، بس الاسم الكريم عبدالله. سامحوني عبد الله. وش الإحساس؟ سيء. أسوأ سيء. بكثير، صح؟ سامحوني معليش اللي على قولتهم فز. لا تقول لي أن الصراخ ما يعقد، الصراخ هو اللي يعقد، لانه يفعل عند البي تي اس دي اللي هو اضطراب ما بعد الصدمه. متى بيصارخ علي ابوي؟ متى بيصارخ علي ابوي؟ يعني انا تربيت تربيه فيها لكم اللحم ولنا العظم، ما يحتاج يعني، واغلبنا اللي هنا تربوا هذه التربيه، واضح؟ اكثر شيء جلس معي سنين صوت ابوي، تمام؟ يعني الى فتره قريبه جدا، يعني الى كم قبل كم سنه وانا نايم احس ان ابوي يناديني. أنا رجال خلاص، مسؤول عن نفسي ومسؤول عن بيتي، بس إلى الآن أحس أن أبوي بيناديني بصرخة ولا أمي بتناديني بصرخة. لا تقولوا لي إن الضرب، تمام؟ ولا تمدح نفسك إنك بس تصارخ، معلش إني أنا طولت في هذه المسألة، إنها مرة مرة مهمة. واضح الأمور؟ يحتاج شرح أكثر هنا؟ يحتاج شرح أكثر؟ تمام. طيب التحويل الإيجابي، فلسفة علم النفس لازم كلمات كذا. طيب، وهو استغلال طاقات الطفل بما ينفع ذاته وبيئته، تمام؟ راح يجي الشرح إن شاء الله، ما يحتاج أتكلم. ويتم ذلك بثلاثة عوامل. العامل الأول تغيير الأمر إلى طلب. أنا ما أقدر أسوي ذا الشيء، أنا محتاجك بعد الله سبحانه وتعالى، واضح؟ تكفى ساعدني بالله، تمام؟ الأم مثلا لبنتها، ممكن تساعديني في تغسيل هذه الصحون، ممكن تساعديني في كذا وكذا، وطبقوها كتجربة فعلية في البيت، راح تشوفون أنها تنفع، راح تشوفون أن الطفل راح يتحمس أن يساعدكم.
لأن الطفل عنده كبرياء عالي ما يبغاك تأمره حتى لو أنت أبوه. كثير من الأطفال أو قليل من الأطفال راح يسمع كلامك بس كثير لا. لكن لو تغير لهجتك من أمر إلى طلب راح تلاقون أن النسبة هذه ترتفع أكثر بكثير، نسبة اللي يسمعون الكلام ترتفع أكثر بكثير. واضحة؟ ما يحتاج أني أشرح زيادة إن شاء الله في هذا الموضوع، تمام؟ الاستفسار عن رأيه، وش رأيك يا فلان؟ وش رأيك يا فلانة؟ وش رأيك يا مشاعل؟ أشتري هذا الجوال ولا هذا الجوال؟ وحتى لو أنتم ماخذين برأيهم، بس فقط الاستفسار عن الرأي يحمل الطفل المسؤولية. أي طفل يتحمل المسؤولية طفل منضبط. تعرفون ليش؟ لأن في داخلنا كلنا أطفال. أنا ودي أخرب، ودي أكسر، ودي أضرب، وأنت ودك وأنت وأنت ودك وأنت وكلكم. واضح؟ كلنا ودنا نسوي اللي نبغى، بس لأننا ناس أولا إدراكنا كويس، ولا تتوقعون أن الأطفال إدراكهم سيء. ثانيا نتحمل مسؤولية، فبعد تحمل المسؤولية وش صار؟ بدأنا نعرف أن لكل فعل قيمة. فلما تقول له وش رأيك يا ولدي؟ وش رأيك يا بنتي؟ أختار كذا ولا كذا؟ وش رأيك؟ وش نسوي اليوم؟ أنا ما أدري وش نسوي اليوم. وش تتوقع؟ بيحس بالفخر وبيحس بالمسؤولية، أن لابد أن يتحمل مسؤولية هذا البيت. واضحة الفكرة؟ طيب ثالثة والأخيرة، إعطاء مهام يومية. إذا مثلا واحد عنده ثلاثة، أنت عليك سقي الزرع، تمام؟ كل يوم تسقي الزرع، ما عندك مشكلة في الموضوع؟ لا ما عندي مشكلة إن شاء الله. أنت عليك تغسيل المواعين، أنت عليك تنظيف البيت. واضح؟ إعطاء مهام، توزيع، نجمعهم ونتوقع أن كل واحد فيهم يقتنع بهذه المهام، تمام؟ واضح الأمور؟ لابد أن كل واحد فيهم قبل لا تعطون المهام يرضى بمهامة عشان يتحمل مسؤوليتها. واضحة؟ خلصنا جانب إن شاء الله السلوكي كامل، لكن نجي لجانب مهم. أننا قلنا قاعدة سلوكية تربوية كاملة عشان تفيدنا من جميع الجوانب، نبغى نغطي جميع الثغرات، نبغى نملأ جميع أدوات البناء، تمام؟ فهنا نتكلم إن شاء الله عن أنواع الرعاية، وهذه طبعا يعني أنا ما كتبت إلا فقط رؤوس أقلام فيها، فلازم أنكم تكونوا معي الله يرضى عليكم. واللي عنده أسئلة يكتبها لآخر المحاضرة، تمام؟ وهي توفير الحاجات الجسمانية للطفل مثل النوم والأكل والشرب واللعب. واضح؟ طبعا فقرة الأكل والشرب هذه زين مهمة جدا جدا جدا. وش تغذي طفلك؟ بعض أولياء الأمور يقول والله هو ما يحب إلا الشيبس، ما يحب يشرب إلا البيبسي، لأنك أنت أعطيته بيبسي، أنت أعطيته شيبس، أنت أعطيته شوكولاتة، صار يكره التمر والفواكه بسببها. يوم أعطيته نقت صار يكره الدجاج والرز المطبوخ في البيت. يوم أعطيته البرجر صار يكره مثلا الجريش، القرصان، ما إلى ذلك، أشياء فعلا مفيدة له صار يكرهها. لا تعطيه وتقول ليش ما يأكل، تمام؟ هذه مهمة جدا جدا مسألة الأكل والشرب. نقص في هذا الجانب اللي هي التغذية الجسدية يساوي ضعف في النمو. واضح؟ والله ولدي وش سويت له؟ والله تعبت معه ما يأكل. معليش أنا آسف، أنت السبة، أنت أعطيته خيارات أفضل، والخيارات هذه ما تنمي جسمه. واضحة؟ طيب النوم، لا تجبرون الطفل على النوم.
لأن النوم من الأفعال السماحية وليست الإرادية. شو معنى هذا الكلام؟ يعني أنا مثلا وأنا على قولتهم أخذ عذر أمشي للموية أفتح الموية أشرب شوية موية تمام؟ هذا فعل إيش؟ إرادي ولا سماحي؟ لا إرادي، لأني أنا أقدر أسويه. طيب أنا كليت الحين وجبة، من اللي يهضم الوجبة؟ أنا اللي أهضم الوجبة. جاء وقت النوم، أنا اللي أسوي النوم؟ في زر في رأسي كذا أضغطه والنوم يصير؟ لا طبعا. فبدال ما أن نقول نم يلا انسدح ونم غمض عيونك، ما راح تقدر تنوم إذا ما هيأت الظروف المناسبة للنوم. مثل أنك طول اليوم استغل طاقاته، وأنا تكلمنا عنها قبل شوي إن شاء الله استغلال الطاقات، طول اليوم استغل طاقاته يتحرك طول اليوم ما يجلس، وبجالس على جوال آيباد كمبيوتر بلاي ستيشن إلى آخره. واضح؟ أنا ما أقول امنعوا هذه الأشياء عنهم 100%، بس حددوا وقت ولا تتعذرون بأنكم ما تقدرون تحددون وقت. الجميع مع تطبيق قاعدة سلوكية ثابتة اللي تكلمنا عنها قبل شوي يقدر أن يحدد وقت. تمام؟ واضحة؟ فخلى يلعب طول اليوم، إذا جاء وقت النوم ما راح يشاورك، راح تسمع شخارة وعلى قولتهم واللمبات مولعة والصوت إزعاج. واضح؟ راح ينام بإذن الله تعالى وياخذ قسطه الكافي من النوم. ليه؟ لأنه تعب طول اليوم استغلت طاقاته وتهيأت الظروف المناسبة. وش معنى هذا الكلام؟ هذا الوقت خلاص اللمبات في البيت تطفى، لا تقول له يلا أنت راح نم وانت جالس سهران، خليك قدوة، أنت بعد نم بدري. إلا اللي عنده شغل، هذا على قولتهم يعني بالعربي اللي أنا أقصده تهيأت الظروف بقدر المستطاع. النوم مو بشيء يقدر يسويه، شيء يقدر يسمح له أن يصير. تمام؟ واضح؟ مثل الإحساس بالجوع، ما أقدر أنا أجوع نفسي، أقدر آكل حتى لو أني شبعان بس ما أقدر أجوع نفسي. واضح؟ اللعب ما يحتاج، طبعا ما أقصد فيها على قولتهم الألعاب اللي بالأجهزة، نرجع لموضوع الأجهزة، أقصد الألعاب الحركية، ألعاب الذكاء. واضح؟ دائما وابدا انت تقدر وش تسوي هنا؟ انك تعطيه المساحه للعب. والله وش سوي؟ هو ما يبغى يلعب الا للايباد، طيب سكر على الايباد واملى البيت بالعاب حركه والعاب ذكاء. جيب في البيت ترامبلين اللي هي نطيطه، جيب رمل في السطح مثلا، جيب مسبح. بينشغل بالجوال بعدها؟ بينشغل بالجوال؟ لا طبعا. جيب العاب حركه من بولي، اربع تربح اللي هي المرطاخ، ما ادري من اللي يعرفها هذه، العاب تركيب، مل البيت العاب حركيه والعاب ذكاء عشان ما يكون له عذر وما يكون لك عذر. واضح؟ واغلب اللي موجودين هنا يقدرون يسوون هذا الشيء، ترى الترامبلين رخيص. واضح؟ طيب واضح ان شاء الله. هنا التغذيه الثقافيه، وهذه طبعا من اول ما يتعلم الله يعزكم على الحمام إلى أن يدخل المدرسة، وحتى بعد المدرسة واجب الأم والأب. واضح؟ كيف يسوي، كيف يصلح، وش يعرف وش ما يعرف، وهي تنمية مهارات الاستيعاب والاستخدام لدى الأطفال. واضح؟ وأهم عوامله هي أعظم سؤال. وش أعظم سؤال؟ وش ظنك أنت؟ وش ظنك؟ ليش هذا الشيء كذا وكذا؟ ماذا تعتقد؟ تمام؟ أو وش رأيك؟ نرجع للاستفسار عن الرأي، بس هذه المرة في أسئلة عامة. واضح؟ واضح الأمر؟ وش رأيك؟ وش الأحسن؟ وليش؟ طور عند التفكير النقدي، خل على الأقل طاقاته هنا تشتغل. لما يفكر يجلس، لما ما يفكر يتحرك. واضح؟ وأعظم جواب لا أعلم،
واغلب اولياء الامور عنده كبرياء ما يبغى يوري طفله ان ايش، ان في اشياء ما يعرفها. انت عشان تنمي طفلك بان ما يسمع اي شيء وصدقه، التفكير النقدي عنده ممتاز، اذا في شيء ما تعرفه قل ما ادري، لا تخجل من انك تقول ما ادري. ما في سبب فانك انت تجاوبه جواب كذب ولا تعطيه اي جواب ولا تقول ما لك دخل. تمام؟ اذا كان صغير عليه واضح. اي تفضل. احيانا يسالني بعض الاسئله، ايه، واذا ما عندي معرفه اقول لك انا ما علمني معرفه. ممتاز ممتاز، طريقه مثاليه. انت قلت له ماذا تعتقد، وفي نفس الوقت قلت له ما ادري. واضح. يعطيك الف عافيه. فراح ننمي طفل ما يصدق اي معلومه، وهذا شيء مهم جدا 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 لتطوير التفكير النقدي، وعشان نشيل مجتمعنا. المجتمع ان شاء الله افضل بكثير. يقول لك والله وين المخترعين، ترى العرب. انا طبعا ما ودي اني على قولتهم اشطح شوي بالسواليف، لكن ما ادري يعني في الاثر او رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لكن اذكى القوم العرب. وين الذكاء هذا؟ كان في زمن من الازمنه، نعم هذا الكلام صحيح، بس وينها اليوم؟ نبدا من هنا. وش تعتقد؟ وش رايك؟ سالك سؤال ما ادري. واضح. الاغذيه الاجتماعيه، تمام، وهي تنميه القدره على مواجهه المجتمع. وهذه طبعا اذا كان ولد واجب الاب، ما احتاج اشرح لكم. واذا كانت بنت واجب الام. والطفل اساسا قاعد يوريك وشلون تغذيه اجتماعيا. تلقاك وانت تصلي الولد يجي يصلي وراك ويصلي معك، وانت تصلين البنت تلقينا لابسة الطرحة، لابسة الشرشف، وش يسمونه، الجلال اللي هو لابسة رداء الصلاة وتصلي معك. صح ان كل صلاة سجود ونهوض، لكنه وشه قاعد يحاول يوريك اني انا ابغى اقلدك اجتماعيا، غذني اجتماعيا. سوي سلوكيات خاطئة بلاحك فيها، لا تقول انا اسويها بس انت لا تسويها، لا، راح يلاحق فيها. على قولة واحد يقول ايش، عيالي ربوني. واحد كان سيء الاخلاق، عصبي، لسانه الله يعزكم متبري منه، تمام، بعد ما جاء عيال ما يبغى يوريهم هذا النوع من القدوة، تحسنت عنده هذه الاشياء كلها. فوش قال؟ عيالي ربوني وانا ابغاكم تصيرون قدوة لعيالكم. واضح الفكرة؟ ما يحتاج اشرح هذا الموضوع، انتم اكيد سمعتوه كم مرة. وبالنسبة برضو للنساء نفس الشيء، البنات راح تشوفك تسوين الصح راح تلحقك. واضح؟ لا تقول والله ما يعرف كيف يواجه الرجاجيل، وانت كل ما اجتمعت في استراحة مع الرجال تقول روح العب مع العيال ولا روح عند امك. واضح؟ تبغى يواجه الرجاجيل، تبغى تعرف يعرف كيف يعني يستخدم نفسه اجتماعيا، لابد انك انت تقدم اجتماعيا وتكون سند له اجتماعيا. تروح تصلي في المسجد تاخذه معك. واضح؟ طبعا بغض النظر عن الظروف الحاليه اللي ان شاء الله باذن الله تعالى بعد ما تعدي الخير نطبق اللي ان المفروض نطبقه ان شاء الله باذن الله تعالى. التغذيه العاطفيه، وطبعا هذه ماخوذه من التحليل النفسي الفرويدي، وانا هذه بصراحه يعني هي النقطه الوحيده اللي متفق فيها مع فرويد، وهذا الشيء ممكن تلاحظونه أيضا في عيالكم. واضح؟ وش التغذية العاطفية؟ توفير الحاجات العاطفية عند الطفل، تمام؟ هذه العكس، إذا كان ولد من واجب الأم، وإذا كانت بنت من واجب الأب. فما نبغى تربية ليش الولد لأبوه والبنت لأمها، ولا العكس كلهم لامهم ولابوهم. في سبب ان العائله ام وابو، مو بعشان يصير واحد قطعه واحده. طيب لو انا عيالي كلهم مثلا ذريتي كلهم بنات،
خلاص لمهم وانا اقعد اتقهوى واشرب شاهي خلاص انتهينا؟ لا طبعا. التغذية العاطفية، الحب والحنان والضم والبوس، هذه كلها اذا كان ولد يحتاجه من امه، وتشوفون انتم في عيالكم هذا الشيء. اذا كان ولد ما يبغى يبعد عن ماما من الحب والحنان والخمخمة وما الى ذلك. واذا كانت بنت تبغى تاخذها من مين؟ من ابوها. واضح؟ واضح الامور ان شاء الله. طيب بسم الله. ملاحظة مهمة، وانا كلمت المنسق انه يحطها بالاحمر كذا عشان عقولكم ترسخ. مع تغيير اسلوب الحياة قد يدخل بعض الاطفال في منحنى القلق. بعض الاطفال مو كلهم، اغلب الاولياء الامور اللي هنا عنده ولد عنده اضطراب، تمام؟ سواء كان ADHD او غيره، او يعني اضطراب فرط الحركة وتشتت انتباه او غيره. واضح؟ لما نغير اسلوب الحياة زين، وهذه نقطة مهمة جدا، بعض الأطفال خصوصا القيادي اللي عنده عناد شديد، اللي ما يرضى بأن الأمور تمشي على كيفكم، تمام، راح يدخل في مرحلة أو راح يدخل في شيء اسمه منحنى القلق. هذا المنحنى من ثلاث مراحل. مرحلة الأولى مرحلة الاعتراض. طبعا على فكرة بالقصد أنا حاط هذه الجهة أنزل من هذه الجهة، تمام؟ الجهة البداية أرفع من جهة النهاية، وفي سبب. باختصار شديد لما تبدون تطبقون كل ما سبق سلوكيا، بعض الأطفال راح يعترض على هذا الشيء. كيف يوريك؟ ما راح يقول لك مو بعاجبني اللي أنت قاعد تسويه، لا، راح يوريك هذا الشيء سلوكيا. الطفل ذكي، كثير من الأطفال عندهم ذكاء العاطفي عالي، فما راح يوريك باللفظ، راح يوريك بالسلوك. إيش معنى هذا الكلام؟ أنتوا الآن خذيتوا هذه القاعدة السلوكية عشان والله الولد يهدى من العدوانية، يهدى من الحركة، يهدى من التخريب، يهدى من التكسير، يهدى من العناد، صح؟ ممكن يزيد، تمام؟ بعض الأطفال طبعا مو كلهم. طيب وشلون؟ أنا قاعد ذا الأخصائي الحين قاعد يتكلم ساعة وطبقنا كل شيء يقوله وزادت سلوكياته، ما فادت، ما يعني ما فاد ولا شيء. لا طبعا، لما تشوفون أن في اعتراض معناته أنه قاعد يشتغل مضبوط، تمام؟ القاعدة السلوكية قاعدة تشتغل على أكمل وجه. ليش؟ وخصوصا الطفل القيادي والطفل اللي عنده عناد قوي ما راح يتقبل أسلوب الحياة الجديد هذا، فراح يعترض عليه. تزيد هنا هذه المرحلة يسمونها مرحلة الاعتراض. فهنا وش نسوي طيب؟ نترك القاعدة السلوكية نرجع لما كنا عليه؟ تفضل يا حبيبي آمر، سويت شيء؟ لا طبعا، نستمر. فتزود السلوكيات، يعني الله يعينكم. طبعا بعض الأطفال ممكن يجلس فيها يوم يومين ثلاثة، بعض الأطفال أسبوع، بعض الأطفال أسبوعين، على حسب عناده وعلى حسب الفترة اللي جلس فيها بدون القاعدة السلوكية هذه. وخصوصا الأطفال المدللين اللي آمر يا ولدي، بتعانون كثير، الله يعينكم. واضح؟ فأنا ودي أن أعطيكم واقع أحسن من كذا، واقع أبرد من كذا، والعصا السحرية، بس الواقع يقول أن هذول العيال مسؤوليتكم، لازم تتحملون هذه المسؤولية، تمام؟ فتزود السلوكيات، تزود السلوكيات، ونستمر في القاعدة السلوكية، ما نستسلم، وتزود السلوكيات، تزود السلوكيات، إلين توصل لمرحلة يسمونها قمة القلق، أنه خلاص حس أنه إيش، ما عاد في مفر. حاول يوريكم ممكن ترى على فكرة تطلع سلوكيات جديدة، يعني سلوكيات ما كانت عنده تطلع في هذه الفترة. ولابد أنكم تستمرون على فترة إيش، في فترة الاعتراض هذه لابد أنكم تستمرون على القاعدة السلوكية. إذا وصل هنا اللي هي يسمونها قمة القلق زين، طبعا كثير من أولياء الأمور يقولوا والله خلاص تعبنا. أنا ما ودي أخوفكم، بس أن بدينا بالاعتراض زين، ومستمرين مستمرين مستمرين، وقفتوا هنا مثلا، ما في تشارت طبعا في الحياة الحقيقية، ما في رسمة، بس مثلا وقفتوا عند سلوكيات معينة ورجعتوا لسلوبكم القديم، ما عاد راح ينزل من هنا، تمام؟ فلا بد أنك تستمر.
واضح؟ حتى لو انك انت تعتقد انك عقدت نفسيا، انت ما عقدت نفسيا، وقاعد يعترض على اسلوبك هذا. ليش؟ تزيد سلوكيات عشان يوريك ان الموضوع ترى ايش وقاعد يشتغل معه. واكبر دليل ان له اثر انه قاعد يقاومه. تمام؟ واضح؟ لو انا سويت كذا بهذه، بهذا ستاند او هذا الشيء، يعطيني ردة فعل؟ ما راح يعطيني ردة فعل. وش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه ما في اثر في اللي انا قاعد اسويه. بعطيكم مثال ثاني. نتخيل ان السلوك من نقطة الف الى النقطة ثاء، هنا ثاء وهنا الف، تمام؟ واضحة؟ بدينا من الف، سوى السلوك، عاقبت، رجع، ممتاز، العقاب ينفع. سوى السلوك، استمر الى ثاء، معناته ان ايش؟ العقاب ما له اثر. سوى السلوك، عاقبت، راح الدال، معناته ان السلوك وش فيه، او معناته العقاب وش فيه؟ له ايش؟ له اثر. واضحه الفكره؟ فلما يوصل لقمه القلق يقاومكم، يوصل قمه القلق يدخل هذه المرحله الثانيه طبعا، اللي خلاص ما عاد في شيء ثاني يقدر يقدمه لكم، خلاص اقتنع انه ما عاد في مفر، ينزل اقل من اول. انتوا تبغون تتخلصون اساسا من هذه الجهه، واضح؟ فعشان يوصل هنا لازم نمر منحنى كامل. فهذه المرحله يسمونها مرحله التقبل والانضباطيه، التقبل والانضباطيه، تمام؟ المرحلة هذه اللي خلاص أنا أعرف أن ما عاد في مفر من أسلوب حياتي، أبوي وأمي أعند مني، ما عاد أقدر أسوي أي شيء. تفضل. بس خلنا نخلص وابشر بالخير، تمام؟ فبعد ما يوصل لهذه المرحلة أنت هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى ربيت وأنت مرتاح. بس كثير من أولياء الأمور ترى على فكرة هذه المرحلة الشاشة ما تعطيها حقها، لأنها أنزل بكثير من هنا. وكثير من أولياء الأمور مثلا اللي جو عندي يقول لك والله أختلف الولد 180 درجة عن هنا، تمام؟ واضح؟ سواء عندي أو عند غيري، بس المقصد مع تطبيق قاعدة سلوكية صحيحة ينزل أكثر من أول بكثير، تمام؟ والنزول هذا ما يوقف لين يوصل للحد الأمثل من السلوك بإذن الله تعالى. واضح؟ طيب في نقطة مهمة، خلنا نتخيل أن السلوك اللي يرتكب الطفل مثل الإدمان، زين؟ أي طفل أو أي يعني رجل امرأة أي بشر يحب الروتين، تمام؟ يحب طريقة معينة في التعامل مع الآخرين ومع الذات. اللي يشرب قهوة لازم كل صبح يشرب قهوة، المدخن لازم يدخن بعد الوجبة بعد المدري إيش، واضح؟ منحنى القلق مثلها مثل الإدمان، لما يقطع أعراض انسحابية إلين يوصل مرحلة قمة القلق، بعدين تقبل لأسلوب الحياة الجديد أيا كان. لكن بعد لاحظوا أن بين فترة وفترة ترى راح ترجع السلوكيات، زي ما أن ترجع رغبتك في أنك تشرب القهوة، بين فترة وفترة ترجع رغبتك في أنك تدخن، ترجع رغبتك في أنك تسوي السلوك. راح تتغير سلوكيات، أو معلش راح تطلع سلوكيات حتى في هذه الفترة، بس بين فترة وفترة. ليش؟ لأن مخه راح يجرب هل ممكن يقدر يرجع لأسلوب الحياة القديم ولا لا. واضح؟ العقل عنده ما راح يستسلم،
راح يجرب بين فترة وفترة. فلما يسوي السلوك طبق القاعدة السلوكية نفسها حتى لو سنة ما سواه. أخطأ تعاقب، تصحح تعزز. بخصوص التعزيز طبعا، أنا من وجهة نظري أشوف أن التعزيز الأمثل هو التعزيز المعنوي. بقول لكم ليش. التعزيز المادي بالنسبة لي مثل الحليب، ينتهي بسرعة. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا أعطيناه اللي يبغى، تفضل شوكولاتة ولا تفضل كم ريال ولا تفضل البلاي ستيشن ولا تفضل جوال عشانك سويت كذا وكذا، بعد فترة راح يمل من هذا المعزز، راح يطلب معزز إيش؟ أقوى وأفضل. بعد فترة راح يمل من هذا المعزز إلين يوصل لمرحلة إيش؟ يطلب شيء أنت ما تقدر توفره. أي ولا همك، تفضل. باختصار شديد، لما تعزز ماديا بعد فترة راح يتعود على هذا التعزيز، هذا النوع التعزيز المادي هذا، بعدين يطلب أفضل أو شيء يكلف أكثر، وراح يستمر هذا التزايد إلين يوصل لمرحلة إيش؟ وش يصير؟ يطلب شيء أنت ما تقدر توفره. هنا وش يصير؟ انتكاسة سلوكية، وهذه من وجهة نظري الشخصية. تمام؟ طيب وش نسوي؟ تعزيز معنوي. ليه؟ لأن التعزيز المعنوي ما له عمر. أعطيكم مثال. اجتمعتوا أنت وإخوانك، معي الجميع قاعد يسمعني، اجتمعت أنت وإخوانك، تمام؟ قال الوالد بصراحة أبو ريناد يعني أنا مرة فخور فيه، يعني مريحني، موسى صدري، الله يرضى عليه دنيا وآخرة. وش بتحس فيه بالله؟ راحة نفسية. قال بيحس براحة نفسية، اللي ما سمع بيحس براحة نفسية، بتحس بفخر، بتحس بسعادة، صح؟ وانت رجال أبو عيال، واضح؟ ولعته بحاجتهم في أي شيء، ومع ذلك رجع طفل مجرد ما أن أبوه يقول ذا الكلام. واضح؟ فكلنا محتاجين تعزيز أبوينا، إلى على قولتهم لنا الله يأخذ أمانته بعد عمر طويل إن شاء الله. تمام؟ فما بالك بطفل صغير. إذا أنت للآن محتاج تعزيز أبوك ولا أمك، أو أنك تحب أنك تسمعه، وراح يأثر على نفسيتك، وأحيانا راح يأثر على أدائك في أشياء كثيرة، فما بالك بطفل صغير، طفل عمره 10 سنوات، 15 سنة. واضح؟ فلا تقولوا لي أن التعزيز المادي أفضل من التعزيز المعنوي، ولا أن بحاجته كبداية، ولا مش عارف إيه. من البداية التعزيز المعنوي، وطبعا على حسب العمر. أنا بالنسبة لي ما أشوف أن التعزيز يكون تمثيلي، يعني شاطر، هذه ما أحبها بصراحة، لا شاطر ولا بطل ولا مش عارف إيه، نصفق، لا ما نبغى ذي الحركات. يعني أنا بالنسبة لي مثلا شلون أعزز؟ ممتاز ما شاء الله عليك، بطل، هذا اللي أنا أبغاه، هذا اللي أنا أحبه. دار أني قلت بطل قبل شوي، بس المقصد وشو؟ أن التعزيز يكون من قلب، أبغى يحس فيه، يشعر فيه الطفل، يا سلام عليك، ممتاز، أيوة كفو والله. لا تخجل من أنك تقول هذه الأشياء لولدك أو لبنتك أو لآخره. تمام؟ واضح الأمور؟ الله يعافيكم.